أخي في الله، ثلاثة أمور أوصيك بها، أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله، فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك. تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا، ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، ففر من الله إلى الله وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته. وأما الأمر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك، فهي أمانة مستودعة، وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار. فأسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه، فاسعث فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله، ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإياك أن تضيع أمرا أوجبه الله عليك، وإياك أن تنتهك حدا حرمه الله عليك. وارحم هذه النفس، ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله، فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها. ومن الوصية بالنفس ألا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق، سواء في الدين أو في الدنيا، فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس. فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها، فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه. ترحم هذه النفس في أمر الدين، وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا. يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام، كل هذا من أجل أن ينال الحطام. الله الله في هذه النفس، فإياك أن تعذبها.
فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه، وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك، سعيت في أداء حقوق العباد، أولها وأعظمها حق الوالدين، فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك، ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك، ثم حقوق جيرانك وأصحابك. إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا، قد سلبوا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء، فأنت بخير المنازل عند الله. إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة على أن تحاسب هذا القلب، فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظن بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم، حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال.